يلا يلا معقولة اللي بتقوله ده؟ ده اللي حصل. تعالي معايا. شفتي صورك انتي بس؟ يا خرب بيتك يا عديلة، هي دي الحملة يا نزيه اللي دفعت فيها دم قلبي؟ مفيش غيره اللي عملها. بخيت بخيت ضمك لصفه علشان يقضي عليكي نهائيا. ازاي انا ما فكرتش في الحكاية دي؟ بس اطمني، ملحوقة بخيت. بخيت، عايزك في كلمتين. في يا عديلة؟ هنا ما ينفعش، تعالى الكابينة. هكمل دلوقتي، انا تعبان. هستناك في الكابينة وما تتأخرش. كنت عايز ايه؟ اخر ستات دول محدش يعرف مزاجهم ابدا. كنت عايز ايه والنبي؟ خلي بالك انت، بركة فيك يا خمس. خلي بالي وده وقته. يلا يا اخوانا، يلا الراجل راح يشوف حاله. انتوا خلصتوا الشوارع بتاعتكم ولا ايه؟ العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. يا نهار اسود، خيانه! انقذوا الثوره يا رفاق، اقضوا على الاستعمار والرجعيه والصهيونيه والمدنيه. هجوم هجوم ورايا. حبكت يعني دلوقتي؟ ثواني واجهز لك يا جميل. ايه ده؟ في حاجة اتكسرت عندك؟ لسه، لكن هتتكسر ان شاء الله. يطل يا بلاش، واحد غيره ما ينفع. ايه ده؟ ده انت حالتك صعبة قوي. ثواني هحضر كاسين. المراية طاقت، يلا خدت الشر وراحت. يلا بقى عدول عشان عندنا شغل. ها ايه بنت مالك في ايه بقى؟ انا تخليهم يقطعوا صور يا بخيت؟ طب خد وقطعها ليه يا بنت الناس؟ ده انت فات وانا عمال، انا ماليش صالح. هتطلع هيحصل يا حبيبتي. ده بعيد عن شنبك يا حبيبي. ربنا فرحانة بشوية قرابيط بتوعك وسلازيه بتاعك. انت اللي فرحان بشوية السيئة اللي بتقعد معاهم على القهوة. انت مش فاهمك في السياسة، تفهم ايه؟ انت يا دوبك كفاية عليك تفهم تحط فيشة 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 فريزة، هو ده اللي تفهم فيه بس. ما تخليكي في حالك انت يا أملة بتاعت المطالعة، ده انت يا دوب كفاية عليك فتحة ونصبة. في ايه؟ فتحة ونصبة؟ اسمع ما اقول لك،
انا ما يهمنيش ان اكسب، لكن يهمني اني اجيب اصوات اكتر منك علشان اذلك. اذلك وسط اصحابك. انت لو تجيب اصوات اكتر مني هنرمي نفسي في البحر. ليه؟ مش مكسوف على دمك وهما مدينك الجردل يا جردل. ما تقليش ادبي ككنكة. مين فينا اللي بيقل ادب؟ مش فايتة. أنا مش عايزة أشوف وشك، أنا الهق على إني بعرف أشكال زيك. يلا بنت امشي من هنا، امشي من هنا. أمشي منين؟ بتطردني من سراية أبوك. امشي اطلع بره، ما تورينيش وشك. بقولك يعني انت اللي وشك اللي عادل، انت وشك يقطع الخميره من البيت يا بنت صندوق. انا اللي وشي يقطع الخميره من البيت يا مهيطل يا تمن يا ندل يا سافل. بكرهك يا بنت. قلت لك انا ماليش صالح بتاع التصور. بكرهك ما تبوسنيش. انا مش عايز ابوسك، انا عايز اقول لك ان في حد من مصلحته ان هو يوقع بينا يا بنت. حسدونا بخيت. حسدونا؟ سامحني يا حبيبي. أنا اللي عايزك تسامحيني. خلاص، من بكرة أنا هتنزل عن المنتخب. لا، أوعي تتنازلي. أنا اللي هتنازل أنا. لا يا بخيت، وراء كل عظيم امرأة. أنا هو وراء كل رجل. حبيبي. طرف مرشح كبير قوي وعايز اتحالف مع الاستاذ عديله. والله احنا من حيث المبدا ما عندناش مانع، بس مين هو المرشح ده؟ اتفضل معانا وهو هيقابلك بنفسه. قوي قوي، بس على الله يكون الاتفاق مرضي. اتفضل. احنا فين بالظبط؟ اتفضل حضرتك. لو سمحتوا انا ما عنديش وقت اضيعه، ثم احنا لينا شروط المرشح اللي هنتحالف معاه. انا احب الفت نظركم ان اللعبه الديمقراطيه تشترط ان تتم في اطار من المنافسه الشريفه النظيفه. كلام مضايقكم. طب انا مش هتكلم، كمموني بس بلاش البنطلون. بلاش البنطلون. انا في ايه؟ ليه؟ انا خلاص. اذا كان عاجبكم البنطلون اديكم خدتوه، هتعملوا ايه تاني؟ لا ارجوكم، ده يسيل المعركه الانتخابيه والوجه الحضاري للبلد. هتعملوا ايه تاني؟ لا ارجوكم، ده يسيل المعركه الانتخابيه. طب افهم بس، ليه ده كله؟ قول لاصحابك بخيت وعديله ما يتدخلوش في الانتخابات. هقول لهم لعبه هم مش قدها. هقول لهم والله العظيم هقول لهم. انا خلاص بقيت تبع الحكومه. مش انت الحكومه؟ انا تبع المعارضه، انا تبع الاخوان، انا تبع الشيوعيين. بس انتوا قولوا لي انتوا تبع مين؟ تبع اللي تبعه. تبع اللي تبعه. احسن ناس تبع اللي تبعه. تبع اللي تبعه يا بنات، واحد غيره ما ينفعناش. نزيه
مين اللي عمل فيك كده؟ تابعه. مين تابعه؟ تابع اللي تابعه. ايدك معايا خميس نوديه المستشفى. احنا هنروح القسم ونعمل محضر ونعمل اثبات حاله ونكشف اعداء الثوره. ثوره ايه ده وقت يا خميس؟ انا خلاص تبت عن السياسه، تبت عن الانتخابات. انت كمان مالكيش دعوه بالانتخابات دي خالص. انا مش عايز اتجوزك، مش عايز حاجه من الدنيا. طب بس اهدى. طب انت مش فاكر اوصاف الناس اللي عملوا فيك كده؟ مش عايز افتكرهم، مش عايز افتكرهم. انا نسيته. انا كل اللي متاكد منه حاجه واحده بس، اسكندريه كلها بتكرهني. انا مكروه. هدي اعصابك واحكي لنا، احكي لنا ايه اللي حصل. هي كلمه ورد غطاها تبع اللي تابعه بيقول لكم لو ما بعدتوش عن الانتخابات هيحصل لكم قد اللي حصل لي 100 مره. اللهم قد بلغت، اللهم فشت. نزيه موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل من له النبي يصلي عليه. انا عايز تسقيفه جامده يا رجاله. لن يرهبنا الاعتداء ولا الضرب ولا القتل، ولكننا سنقاتل مهما كانت الظروف، ولن نستسلم ابدا. سوف نقاتل ونقاتل ونقاتل، لن ننسحب من المعركة مهما كانت الظروف. قد يضربوننا، قد يقتلوننا، ولكنهم لن يهزموننا. وصلي على جمال النبي. وفي واحد مرشع اخويا بيوزع لحمة. لحمة؟ شباب المينا، يا زهرة أهل اسكندرية، انهضوا وضعوا يدكم في يدي، وأنا أعدكم إننا سوف أحل كل مشاكلكم. وارتقي بمستواكم الفكري والثقافي. وارتقي بمستواكم الفكري والثقافي والاجتماعي، وإن شاء الله سوف أنقذكم من الصياعة اللي أنتم فيها والتنطع على هاوي والتسقع في الشوارع. وكنت فين بقى حضرتك لما حصلت هزيمة 67؟ هزيمة مين؟ هزيمة 67. أنا كنت في البلد بصراحة، وبعدين أنا مالي ومال هزيمة 67؟ وأنا اللي عاملها. أبويا اللي عاملها. مين؟ أبويا. إبراهيم. يا جماعة إحنا عايزين نبقى بهوات مع بعضينا وكلنا إخوة، إحنا كلنا إخوة. جبتونا ورا بتوع السياسة، يا اللي بتتمحلسوا للحكومة. أنا يا كابتن مش بتاع الحكومة ولا حاجة. يعني المعارضة يا أخويا عملت لنا إيه؟ دي معارضة كده وكده، وبتقبض كمان. ده مصدر واحد بيقبض برضه. بصراحه بقى انا لا بتاع حكومه ولا بتاع معارضه، انا بتاع الشقه. يا اخواني اسمعوني يا اخواني، سأعمل على تحقيق جميع مطالبكم، وسأعمل ايضا على تحقيق في اسباب نكسه 67، وسأعمل جاهدة على الغاء الحكومه والمعارضه ايضا. كل ما اريده هو اصواتكم، اصواتكم معي يا اخواني. اصواتنا بس؟ ده احنا ندوك عينينا عينينا. والله انا كل ليك. احنا هنصوت معاك يا ست الكل، بس انت صوتينا شويه. طب حاسب اسر الفطاسه. اسمعوني انا عندي كلام كتير مهم عايز اقوله لكم. احنا هننتخبك من غير كلام. انا انتخبك من وسط الف. بصراحه بقى بالصلاه على النبي، انت مية مية. انا متشكره قوي ليكم، انا بحب الشباب اللي زيكم، وان شاء الله هعمل على تحقيق كل تطلعاتكم. انت بتتطلع فين؟ ما تسيب النبى تلتحم بالجماهير يا اخي. ده مش التحام، ده اوتوبيس بقى بصراحه. جرى ايه يا بخيت؟ بلاش فضايح، انت جاي تتخانق مع الناخبين بتوعي؟ بصراحه بقى اللي هيلتحم اكتر من كده انا هدشدشه. هدشدش مين يا جدع انت؟ خليك في حالك لعورك. البطحون فشفشة. اتضح ان الالتحام بالجماهير ده حكايه صعبه جدا. بخير. ايه شفت مين وصل فين؟ ايوه يا عم ماشي معاك حلاوه. ما تبطلوا قر بقى وسيبوا الناس تاكل عيش. المهم احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف يا عريض. ليه فين؟ زاد الف 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 فين؟ فين الف الف دلوقتي؟ اه اكل بالك. ايه رايح فين؟ هقول لك بعدين.
ايه الحته دي يا تامر؟ مولود انت هنا دي حته عشوائيه. ها والله فكره نعمل لنا قاعده جماهيريه هنا ونكسب اسوار. في واحد قريبك هنا الكبير بتاع الحته دي، روح قعد. انا هعمل جوله. ها بخيت حنيده المهيطه المرشح نفسه عن الدايره هنا. بخيت حنيده المهيطه المرشح نفسه عمال عن الدايره بتاعتكم. امشي انا امشي غور امشي ازاي. بخيت حنيده المهيطه رمز الجرده. بخيت حنيده المهيطل رمز الجردل. احنا مالنا مالناش دعوه بحد. لو سمحتي انا مرشح. ما ترشح ولا حتى ديك مصيبه جاتك نيله. لا انت فهماني غلط اصل انا بتاع انتخابات. بس يا جمالات انتخابات مين دي يا بس؟ ما اعرفهاش يامه. ما فيش يا اخويا حد بالاسم ده. يلا طلع امشي من هنا يلا شوف حالك. لا انت قصدك مش واخده بالك المساله. انت بقى جاي رايق وعايز تعاكي. لو راجل ابن راجل تقف مكانك يا حمار يا ابن الحمار. في عرض النبي فكرني مش هعرفك. هتلففني وراك المنطقه ليه؟ انا اجيبك من وسط بيت حمار. ليه يا جمال يا نت فكرني مش هجيبك. يا ابن امشي حيلك تعالى. ما وبعدين هزعل منك كده. السلام عليكم. انا بخيت المهيطل برشح نفسي هنا في الدايره. انا من مواليد بحري. انا ابويا عامل زيكم وجاي ادرس مشاكلكم على الطبيعه. هو واضح ان عندكم مشكله نظافه وفي مشكلة مية كمان وفي مشكلة صرف صحي. واضح كمان ان عندكم أزمة مساكن. مفيش مستشفى هنا قريب. ها مفيش مستوصف؟ مفيش مدرسة؟ والظاهر كمان ان عندكم مشاكل في الكلام. أنا عايزكم تتكلموا. ليه؟ عشان نحاول نحل مشاكلكم. ليه؟ عشان ظروفكم تتغير. ليه؟ اللي ليه ليه؟ أنا عارف إن في مرشحين جم قبل كده ووعدوكم بحاجات كتير ولحسوا كلامهم بعد ما نجحوا. احنا ما فيش ولا مرشح ظلنا من 30 سنة. 30 سنة؟ يبقى انا جيت لكم في الوقت المناسب. وانا وعدتكم لو نجحت لو هحاول اوصل صوتكم للمسؤولين. وفر على نفسك يا استاذ. ما حدش من دول هينتخبك. ليه ما فيش حد هينتخبني؟ انا منكم وحاسس بمشاكلكم. يا ابني انت ما انتش فاهم. محدش من دول له صوت. ايه كلهم خرص؟ محدش من دول عنده بطاقه انتخابيه ولا عمره صوت ولا راح انتخابات. عشان كده محدش بيزورنا. يا ابني انا عارف الناس دي كلها من يوم ما اتولدت. اتكل على الله ما تضيعش وقتك.